هذا ماشي فقط دوري اننا اخرنا النهائي ديالو، وانما هذا بحال احتفال من هذا النادي الكروي ديال نجوم برنازيل اللي حصل على ثلاثه ديال النهائيات، يعني ثلاثه ديال الكؤوس في ثلاثه ديال الفئات، وصل يعني فينالات، وصل الادوار المتقدمه له في جميع الفئات. ما علينا الا ان كنعرفوا المغرب مقبل على كاس العالم كره القدم ولات كتشكل واحد يعني ماشي فقط بقات ولات هوايه، وانما ولات يعني ملهمه للاجيال. تنشوفوا شنو وقع في ربما نصف نهائي ديال كاس العالم، خلى انه الاطفال والاباء ولا كلشي كيتوجه لهاد الرياضه اللي هي رياضه مزيانه. ما علينا الا نكونوا في جانب هاد الفئات، ما علينا الا نكونوا مع في جانب هاد يعني النوادي او الجمعيات الجاده باش نعطيهم واحد الدفعه، وهذا هو الدور ديالنا. وان شاء الله الجميع يحدوا حدو هاد الجمعيات الجاده باش نزيدوا بالبلاد ديالنا، وباش ملي توصل 2030 نكونوا في المستوى. اول حاجه اشكركم بعد على الحضور ديالكم والدعم ديالكم لتغطيه هاد الحفل النهائيه الدوري الرمضاني، وكنشكروا جمعيه برنازيل نجوم برنازيل الحمد لله الدعوه ديالهم للحضور ديالي هنا للنهائيات. الحمد لله كان حفل جد متميز، نهائيات الحمد لله دازوا في اعلى مستوى لثلاث فئات الادخاذ والكانز والسينيور. كنشكر الاخ الحسن على السهر ديالو، الاخ مصبل على السهر ديالو، والحمد لله ضرب واحد الشعب حضرنا اليوم، ضرب واحد الشعب طيله هذا الشهر الكريم، واليوم الحمد لله رخصمو داك الشيء، داك التعب مشاش غير هكاك. النهائيات كانوا على احسن مستوى، وكنقول لهم ما يبقاوش ما يحبسوش على الحد هذا، ان شاء الله باقا الخدمه. كل احياء اللي جاو فينال كانت ديربي في الفئات الاولى، كانت ديربي ديال نجوم برنازيل اتحاد برنازيل، والديربي الثاني والماتش الثاني كان في نجوم برنازيل مع مسيره جوج حماره.